من ملعب المباراة 11 ديسمبر بشلغم العيد الذي يحتضن مباراة بين هلال شلغم العيد وفريق نادي مولودية الجزائر العسابية الجولة 31 من الدوري لفئة الرديف. لاباس نستعرض عليكم اختيارات كل مدرب. بريك محمد مدرب هلال شلغم العيد، قمام الدور شوماني، سايب بن خديم، عمران زواد، بشلف بوزغايا، علواش سايب وميخاصني. أما تشكيلة نادي مولودية الجزائر، قام بالخير لالا وغانم بن مامي، صابر لواري، تيباني، إسلا بسا، بوزكري وحايف. سيدير هذه المواجهة الحكم غتو هيثم بمساعدة جواد واسطنبولي آدم. أول كرة من هناك مباشرة إلى رمية تماس لمصلحة مولودية الجزائر. كرة صعبة خطيرة، جول 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 جول. أول أهداف المباراة لمصلحة عناصر مولودية الجزائر ولمصلحة العميد بعد غفلة دفاعية من هلال شلغم العيد. فعل فعلته بس وسجل أول أهداف المباراة. شاهدت فقط الشباك تتحرك بأول أهداف المباراة لمصلحة عناصر مولودية الجزائر، واحد صفر لمصلحة مولودية الجزائر على حساب هلال شلغم العيد بعد غفلة دفاعية، أو بلغة الرياضيات غفلة دفاعية تساوي جول، هفوة دفاعية تساوي جول. وترك دفاع هلال شلغم العيد يطرح مجموعة من الأسئلة: من الذي سجل وكيف سجل ومن أين أتت الكرة، على الجهة اليمين أم على الجهة اليسار، هل سجل بالرأس أم بالقدم. لكن بس فعل فعلته بالدفاع بالقدم اليسرى وحرك شباك أصحاب الدار وشباك مدور وأعلن على أول أهداف المباراة. شاهدت كل المباريات وشاهدت كل اللاعبين وأعرف مستواهم ومستوى كل لاعب وكل مركز، لذلك أنا لا أنطق في الهواء ولا أنطق في الفراغ. كرة مباشرة لهلال شلغم العيد، لعبة لسايب، البحث عن المرور من سايب، الكرة مباشرة من الأعلى ونايل، سايب يخطف هذه الكرة من الأعلى والأعلى وساقط سايب يحاول التوسع في القائمة الثانية لمصلحة هلال شلغم العيد داخل منطقة الجزاء. يا سلام على هذا الترويج، هاي كرة هاي صعبة هاي خطيرة للهلال، والتغطية الدفاعية من صابر وكرته مباشرة إلى الخمسة أو إلى الركنية. يقول حكم المواجهة مباشرة لبوزكري على الجهة اليمنى، يفتح له العلاوة، يحاول العلاوة، هاي كرة هاي صعبة هاي خطيرة على الأرضية داخل منطقة 18 بس تسديدة بعيدة كل البعد بخارج القدم إلى التماس. يقول حكم المواجهة لمصلحة هلال شلغم العيد، كرة للهلال. كم أضاف حكم المواجهة كوقت بديل، ونحن لعب الدقيقة الخامسة كوقت بديل، لعبت في النص لمصلحة بوزغايا، يتقدم بالكرة، يبحث عن المرور، يبحث عن الحلول، يبحث عن المسار، يراوغ سلسلة من المراوغات، وبعد ذلك الكرة مباشرة لحارس نادي مولودية الجزائر. حيث طامحة وتفتش على الهدف الثاني في هذه المواجهة. كرة لمصلحة المولودية، إصابة خطيرة لبسة داخل منطقة الجزاء، وكرة طالت مباشرة إلى الخمسة أمتار وخمسين. الحكم يعطي الإشارة، يستعد، يتقدم، يضرب الكرة. يا لا 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 لا، سأل بين أحضان حارس مدور هو الحكم. عناصر المولودية مرفوعة في القائمة الثانية، وخروج موفق للحارس مدور لافري الذي لم يقم بأي تغيير لحد الآن. والكرة إلى تماس، تسديدة، فعلها هلال شلغم العيد وتعدل نتيجة المواجهة بهدف ولا أروع أمام دفاع يتفرج. هذه هي التي كنا نتحدث عليها بعد نهاية الجلسة الكروية الأولى، كم هائل من الفرص ضيعتها المولودية. ها هي تتلقى هدف التعديل لمصلحة هلال شلغم العيد.
لتتحول النتيجة هدف في كل شبكة بين إلى شرغمائيت ومولودية الجزائر. على انطلاقة لمحمد حايف يبحث عن المرور محمد يحافظ في الكرة التوزيع في القيام الثاني والكرة طالت مباشرة إلى 55 أوفتوكت مرة أخرى للمولودية اللمسة القصيرة لبوزكري يتقدم بكرة بوزكري يحاول يتقدم بكرة مرة أخرى يعطب بكرة يبحث عن الحلول التوزيع في القائمة الثاني لكنها بعيدة كل البعد إلى 55 كرة مثل هذه وخطأ مثل هذا من مزارة كرة والانطلاقة للهلال التسديدة يا لا 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 التسديدة ويا لهم من تصدي من بالخير مهال سيداري التوزيع داخل منطقة 18 وخرج موفق للحارس بالخير يكسب خطأ وصل في الوسط لمزارة ماذا تلعب يا مزارة كيف تلعب كيف تلعب الكرة يا مزارة الكرة الانطلاقة على الجهة اليمنى المحاولة للمولودية هي كرة هي صعبة هي خطيرة لمزارة سيسقط وسيضيع الكرة لكن لا مرر واحدة اثنين اول وان تو صعبة خطيرة تسديدة يا لها من محاولة من مزارة المرة لم يسقط ولم يضيع الكرة انما سدد اصدقائي والحارس مدور كان في المكان المناسب انقذ الموقف وحرم المولودية من هدف ثاني وانقضى الى شرغمائيت من جول ثاني والكرة طالت مباشرة الى 55 لمصلحة مدور ولمصلحة هلال شرغمائيت تعويلة في المنتصف والانطلاقة من مهال من امام العلاوة بدون خطايا لا لواء مهال يتريث ينتظر المساندة التوزيع في القائم الأول لكن سهلة بين حصان حارس مرمى مولودية الجزائر بالخير سيف الدين طويلة عادت للعميد عن طريق مولود بالراس لبسة سهيل يحاول التوزيع داخل منطقة الجزاء صعبة وخطيرة لو كنت مكانك يا نش لاستلمت الكرة بالصدر وسددت وسجلت جول والخطورة من هنالك ماذا قال حكم المباراة العودة لتنفيذ الخطأ فرصة حقيقية يكسب تمس وفي هذه اللحظات أصدقائي المشاهدين متتبعينا وفياؤنا الحكم غوتي هيثم يعلن أن أتت المواجهة بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة بين هلال شرغمائيت والضيف مولودية الجزائر حسابها الجولة 31 من دوري لفئة الرديف شكرا